شهد الفريق أول مع الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية الاحتفال الذي أقامته وزارة الداخلية صباح اليوم بمناسبة يوم شرطة البحرين، والذي يعد مناسبة وطنية لاستذكار العطاء في أروع صوره والإخلاص في أرقى معانيه. وكان في الاستقبال لدى وصول معالي سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام وعدد من المسؤولين والضباط بالوزارة. في بداية الاحتفال تم عزف سلام معالي وزير الداخلية. مطار سلام الفريق، سلام. ثم تفضل معاليه بتفقد الطابور. استاذ معاليكم بتفتيش الطابور سيدي. مجموعة العلم معتدل سر. وقد قدمت الفصائل المشاركة في طابور العرض استعراضا ميدانيا للمهارات العملية أظهرت خلاله كفاءة وانضباطا متميزة. Come on.
ثم ألقى معالي وزير الداخلية كلمة بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني وببالغ الفخر والاعتزاز أن أرفع باسمي ونيابة عن كافة منسوبي وزارة الداخلية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وذكرى تولي سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم. ويسرني أن نجتمع في هذا اليوم المبارك من أيام الوطن الاحتفال بيوم شرطة البحرين، وهي مناسبة وطنية نستذكر فيها ما تجاوزناه من ظروف أمنية استثنائية بفضل من الله سبحانه وتعالى وحكمة قيادة سيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وإخلاص المخلصين من أبناء هذا الوطن الغالي. وأخص بالشكر الجزيل في هذا المقام من ضحوا بأنفسهم في سبيل حفظ الأمن من رجالنا الأوفياء المصابين، وإنني من هذا المكان وباسمكم أنقل لهم خالص شكرنا وتقديرنا جميعا، ونترحم على أرواح شهدائنا الأبرار وما قدموه من تضحيات، مؤكدا أن سيرتهم العطرة ستظل نبراسا مضيئا للأجيال القادمة. أيها الإخوة، إن الانتماء الوطني قيمة عظيمة يستوعبها الشرفاء ويجسدها الأوفياء، وأنتم خير من يحافظ على هذه المسيرة الأمنية بما لديكم من علم وخبرة وما تتميزون به من عزيمة وولاء وإخلاص للتعامل مع التحديات الأمنية في المرحلة القادمة، خصوصاً وإننا أمام مرحلة انتقالية من شرطة تقليدية إلى شرطة عصرية بإذن الله، أساسها التطور الهائل الذي طرأ على تقنية المعلومات، وهو ما يشكل محوراً رئيسياً في استراتيجيتنا الأمنية المستقبلية، ومدى انعكاس ذلك على أدائنا الأمني بشكل عام وسرعة ودقة وكفاءة الخدمات الأمنية التي تقدمها الوزارة. ويبقى المرتكز الأمني الآخر هو حماية هويتنا الوطنية وعاداتنا الحميدة من خلال تفعيل مختلف مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا بمشاركة المواطنين الأعزاء. الحضور الكريم، إن كلمتي في هذا اليوم المبارك إلى منسوبي شرطة البحرين في ميادين الحق والإنسانية على امتداد ربوع الوطن، أنتم ركيزة حفظ النظام والسكينة والاستقرار وحماة الحق وسلامة الوطن والإنسان وأداة القانون بحزم وعدالة وإنسانية وشجاعة وإقدام، فمسؤوليتكم جليلة ورسالتكم نبيلة، فيعلو شأنكم من باب نزاهتكم ونبل إنسانيتكم ومواصلة جهودكم وتضحياتكم لينعم المجتمع البحريني بالأمن والاستقرار، فوجب علي الشكر لكم بلسان الحال لأنكم
مخلصون في حمل الأمانة وأمناء على ما أقسمتم وعاهدتم الله في أداء واجبكم الوطني. ويجب أن تعرفوا أنكم محل ثقتي واعتزازي ومصدر تصميمي وعطائي، فشكراً لكم جميعاً أيها الإخوة الأعزاء ضباطاً وشرطة ومدنيين، وتأكدوا إنني فخور بكم وبتميزكم للحفاظ على مسيرة شرطة البحرين الخالدة. كما ويسعدني أن أتقدم في هذه المناسبة إلى الخريجين بالتهنئة، مؤكداً إنه من حسن الطالع إنكم نلتم شرف الخدمة الأبية للملك وللوطن، وإن أمامكم طريقاً من العمل الجاد، سائلاً الله لكم بالتوفيق والنجاح. والتهنئة موصولة إلى أهالي الخريجين في هذه المناسبة الطيبة، كما أعرب عن شكري وتقديري للأكاديمية الملكية للشرطة على الاهتمام والرعاية التي أحاطت بها الخريجين في مسيرتهم التعليمية والتدريبية. حفظ الله البحرين وأدام عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة قائد الوطن وحامي قيمه الإنسانية وهويته العروبية المسلمة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه ودمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقسم بالله العظيم، 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 أن أكون وفياً للبحرين، أن أكون وفياً للبحرين، أميناً على حقوقها، أميناً على حقوقها، مخلصاً لمليكها المعظم، مخلصاً لمليكها المعظم، مطيعاً لجميع الأوامر الحقة، مطيعاً لجميع الأوامر الحقة، التي تصدر إلي من رؤسائي، التي تصدر إلي من رؤسائي، محافظاً على شرفي وسلاحي، مؤدياً أعمال وظيفتي، مؤدياً أعمال وظيفتي، بالصدق والأمانة، بالصدق والأمانة، محترماً قوانين البلاد، محترماً قوانين البلاد، وحقوق الناس، وحقوق الناس، والله على ما أقول شهيد، والله على ما أقول شهيد. وتضمن الاحتفال تخريج الدفعة 13 من التلاميذ العسكريين والذين اجتازوا بنجاح جميع متطلبات التخرج لنيل درجة البكالوريوس من الأكاديمية الملكية للشرطة في القانون والعلوم الشرطية، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على المضي قدما في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة التطور في العمل الأمني وفق أحدث المعايير المعمول بها في المناهج العلمية والتدريبية، بما يلبي الاحتياجات الأمنية ويسهم في تعزيز القدرات والمهارات في كافة مجالات العمل الأمني. وقد أدى الخريجون القسم، ثم تفضل معالي وزير الداخلية بتكريم الأوائل وتسليم الشهادات، وبهذه المناسبة هنأ معاليه الخريجين باجتياز متطلبات التخرج بنجاح، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن، معرباً عن شكره لذويهم على حرصهم وتشجيعهم، مثمناً دور الأكاديمية الملكية للشرطة في تحديث البرامج العلمية والتدريبية لمواكبة المتغيرات والتحديات الأمنية، متمنياً معاليه للجميع التوفيق والسداد في خدمة الوطن.
ثم قدم الفصيل الصامت عرضا أظهر خلاله جاهزية ودقة في الأداء. ليأذن معاليه بعدها بانصراف الطابور بعد أداء التحية.